في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بحلول عام 2030 وتصدير الفائض، أعلنت الحكومة الإيفوارية عن مشروع جديد لتربية الأحياء المائية. الكوت ديفوار تنتج قليلا من الأسماك المستهلكة في الأسواق، نحن نستورد بنسبة أكبر بكثير. في الحقيقة لدينا أماكن شاسعة للاصطياد وتربية السمك، لكن الأساليب التي نستخدمها بدائية. نحن نعتمد كثيرا على الأسماك المستوردة من الصين واليابان وفرنسا وغيرها من الدول. في المقابل لدينا كثير من المساحات والإمكانات على صعيد الثروة السمكية. إذا دعمت الدولة المواد الأولية التي نحتاج إليها لزراعة السمك، فبإمكاننا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي. ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة الموارد الحيوانية والسمكية برنامج التحول الاستراتيجي لتربية الأحياء المائية في الكوت ديفوار، حيث تسعى الحكومة إلى إنتاج 150 ألف طن من الأسماك في عام 2026، ما سيشكل أساساً لصناعة الاستزراع المائي وإنشاء اقتصاد وطني فعال وتنافسي في هذا المجال. أكثرية الأسماك التي نبيعها تأتي من المغرب وموريتانيا والسنغال. في مياه الكوت ديفوار هناك أنواع متعددة من السمك. كثير من الصيادين يأتون بأسماك من نوعية جيدة ليبيعوها هنا، ولا سيما سمك التونة. إذ جرى تطوير هذا القطاع فهذا شأنه أن يدعم الاقتصاد. سننهض بهذا القطاع إذا جرى الاهتمام به، فنحن لدينا أسماك اللاغون وأسماك الأنهار وأسماك البحر أيضا، وبالتالي فإن مجالات التطوير واسعة. الأمر بحاجة إلى عزيمة وإصرار، ومع دعم الدولة بالتأكيد نستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. في ظل المساحات الشاسعة الصالحة لصيد الأسماك وتربيتها والإمكانات الطبيعية التي يتمتع بها البلد، يتيقن العاملون في مجال الثروة المائية في الكوت ديفوار أن خطة الدولة إن طبقت فمن شأنها أن تطور بشكل حاسم هذا القطاع وتدخل الكوت ديفوار نادي الدول المصدرة للأسماك في غرب أفريقيا. علي مرتضى تراشفيل، الميادين.